أعلام العالم. ونعود للقاء جديد ما بين وليد توفيق وأحمد السقا وأعلام العالم. وبسرعة هندخل في القوانين. هيظهر قدامكم على الشاشة علم لبلد ما، كل اللي عليكم تعرفوه اسم البلد. اللي يعرف الإجابة لازم يدوس على البازر أو الزرار الأحمر، هينور نور هديله حق الإجابة. جاوب صح أخذ نقطة، جاوب غلط النقطة بتروح للخصم، أو لو ما جاوب كمان نقطة بتروح للخصم. جاهزين؟ إن شاء الله. هالسعيد. وأول علم هنشوفه مع بعض. السقا سويد. السويد صح وأخذت نقطة، برافو. ركز السويد. العالم الثاني هنروح نبيع مية بحارة السقايين. إيه والله صعبة. أحمد عشان أنا زرتها إيه؟ البلد دي قبل كده كتير. يوكرين؟ لا غلط. كرواتيا. 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 راحت النقطة لأستاذ وليد. تعادل واحد واحد. بس إذا أقعد ارتاح. أنا مرتاح. جاوب غلط ونجم ياخذ نقطة. أنا مرتاح. ربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله. يلا واحد واحد وعالم جديد. اه طبعا دي احمد طبعا تونس. الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا. الله الله يا بابا وسلام عليك. الا تونس حرام عليك. الا تونس. اوكي استاذ وليد ايدك على البزرة. انا عم حطه هون غلط. هلا خليها هون. اوكي خليها هون بالضبط. اوكي اثنين للسقا وواحد لاستاذ وليد. احمد برتغال. ايرلندا يا احمد. وبتروح النقطة. ايه بتحب تجيب لك شيء عصير شاي ضلك انت ليز واحد شاي قصدي عيوني ولا اللي انت عايزه. طبعا علم جديد. فلسطين صح. طبعا بس الفلسطين عند احمد. انا دوست لازم صح انا بدوس. انا اقول فلسطين. طبعا هي فلسطين صح وعلى راسنا وفوق بقلوبنا بس هو اللي ضربه. خلاص معلش يا احمد انت حبيبي. سنة اثنين لاحمد واثنين لاستاذ وليد. واكيد عالم جديد. يلا قطر. بعدين معاك قطر. احمد لا لا مش قطر. البحرين. البحرين يا بحرين. بحرين. وكمان سنة ثلاثة ثلاثة تعادل. ثلاثة عند استاذ وليد وثلاثة عند احمد وعالم جديد. خلي ايدي على الاحمر. يلا هيدا العالم الحاسم، العالم القاتل، العالم المهم، العالم هولندا. لا دوس دوس. اها بلغاريا. ولدي ولدي لا. وبهيك هي سلوفينيا. طبعا هو العالم سلوفينيا. مبروك احمد السقا. يا عمي يا عمي من وليد.